بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات حلوه وسهله ولذيذه. اخر حاجه بص، اول حاجه هنعمل باستا الدجاج السريعه، مكرونه وفراخ، حاجه كده طعمها يجنن وبمنتهى السرعه والسهوله، جايه من بره متصربعه وعايزه تخلصي الغداء. هو ده احلى حاجه تعمليها، اوام وطعمها لذيذ. اخر حاجه ان شاء الله تعجبكم. الوصفة التانية هنعمل العيش التركي، الخبز التركي بحشو الجبنة، حلو جدا مقاديره بسيطة خالص وطعمه يجنن، ان شاء الله تجربوه وتشوفوا قد ايه خطير. الوصفة الأخيرة هنعمل مافن الشوكولاتة تشوكلت كيك، مافن تشوكلت كيك برضو تحفة وسهل جدا، هنحطه في قوالب الكب كيك وندخله الفرن، طعمه يجنن ومش بياخد ابدا اي وقت، بيخلص معاكي على طول، ينفع الولاد في المدرسة، ينفع في الفطار، حلو قوي قوي ان شاء الله يعجبكم. هنقول بقى مقادير اول وصفه معانا، باستا الدجاج السريع او المكرونه الفراخ السريعه اللي بسرعه. معانا بقى بالنسبه للفراخ تقريبا شريحتين او ثلاثه حسب ما انت عايزه من صدور الفراخ، تمام. هنحتاج التتبيله بتاعتهم، معلقتين كبار من الزيت، زيت زيتون، ممكن طبعا تستخدمي اي زيت عندك مفيش مشكله. هنحط كمان معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، ملح وفلفل اسود، ومعلقه كده حلوه من البهارات الايطاليه. البهارات الايطاليه هي بتبقى تقريبا يعني مجموعه كده من التوابل، الريحان والروزماري والزعتر، الثلاثه مع بعض كده خلطه بيطه، هي دي التوابل الايطاليه، هتلاقيها بتتباع في السوبر ماركت او عند العطار، او انت لو عندك اي مكون من اللي انا قلتهم، الريحان او الزعتر او الروزماري، تقدري تستخدمي واحد بس فيهم او تحطيهم الثلاثه على بعض، هيعملوا طعم حلو قوي للفراخ. وهنشويها على الجريل وهتستوي وبس. ده كده الفراخ، شفتوا سهل. نيجي بقى للمكرونه، انا معايا مكرونه اللي هي المرمريه الصغيره، تقدروا طبعا انتوا تختاروا اي نوع مكرونه تاني انتوا تحبوه، سباكيتي مثلا او بني او اي شكل تحبوه براحتكم، مسلوقه نص سلقه وجاهزه معايا اهو. المكونات بقى اللي هنعمل بيها الصوص بتاع المكرونه، بصلايه مفرومه، فصين من الثوم المفروم، تقريبا معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، هنحتاج كوباية من الكريمة اللباني، لو مش متوفرة عندك كريمة لباني اللي هي يعني كريمة الطبخ، لو مش متوفرة عندك خلاص ممكن تستغني عنها مفيش مشكلة، لو موجودة هتبقى لذيذة قوي في الأكل. هنحط كمان جبنة موتزاريلا، تقريبا يعني كبشة كده بإيدك ولا حاجة من الجبنة الموتزاريلا، وهنحتاج برضو كوباية ونص من المية السخنة علشان نعمل الصوص الحلو ده بتاع المكرونه، ملح فلفل اسود، معايا برده شويه من الفلفل الرومي الاخضر، معايا برده تابل الاوريجانو، لو متوفر عندك هيبقى ظريف، مش موجود ممكن تستبدليه برده باي تابل من التوابل الايطاليه اللي انا قلت لك عليها، ممكن الريحان او الزعتر او الروزماري. وبس خلاص، سهله ولذيذه. عايزه اول حاجه اعملها الفراخ، هجيب هنا كده بوله وعايزه احط زيت الزيتون كده، هعمل التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الفراخ قبل ما نشويها، وملح وفلفل، ملح وفلفل، هنحط الكركم والكاري والتوابل الايطاليه اهو كده، ومعايا صدور الفراخ، ادي واحد كده، ومعانا كمان التاني، عايزينهم كده ايه يختلطوا بالتوابل بهذا الشكل الظريف. مش هنحتاج نحط على الجريل بقى ولا زيت ولا حاجة، لان اصلا التتبيلة بتاعة الفراخ فيها زيت، فانا معايا الجريل اهو، جريل سخنة، وهاخد الفراخ الحلوة دي كده وايه ونحطها عليها بسم الله، ونشوي الفراخ. بقى الريحه، الريحه تحفه، حلوه قوي وتجوع. وعايزين نعمل بقى هنا الصوص بتاع المكرونه، الحله هنا، ايه رايكم ما نبدل نخلي الفراخ جوه والمكرونه هنا عشان اعرف اقلب فيها؟ استنى اما اعمل كده اهو، وعيني برضو هنا على الفراخ، يا سيدي
عليها وحلا حلاوتها خطيره. الحله بقى اللي انا هعمل فيها المكرونه، هنحط اول حاجه شويه زيت في الحله، معلقتين ثلاثه كده كبار من الزيت، تمام. وهحط البصل، نجيب الاسباتيولا دي، بصل عايزين نشوحه كده، بهذا الشكل الظريف. وعايزين كمان ننزل بالفلفل الرومي الاخضر كده، البصل والفلفل وياخد لهم كده تشويحة. هنحط برضو كده عليهم رشة ملح وفلفل كده، عايزه بقى احط الثوم برضو، نقلب. اول ما اشم ريحه الثوم على طول هنزل بايه، معجون صلصه الطماطم. انا شميت ريحه الثوم فورا، ننزل بمعجون صلصه الطماطم، نقلب كده. ومعايا الكريمه، الكريمه اللباني او كريمه الطبخ كده، اي حاجه فيهم هتنفع. بقلب كده الكلام الحلو ده، عايزه ابص على الفراخ، يا سلام. وانا بعمل الصوص المكرونه تكون الفراخ ايه اتشوت كده. معايا شويه جبنه موتزاريلا، ولا هستنى هاجلها دلوقتي، استنى نحط الميه السخنه الاول كده بهذا الشكل الظريف، ونحط ملح وفلفل تاني، ملح وفلفل. تقدري طبعا تدوقيها عشان تطمني ان الملح والفلفل بتاعها مظبوط وحلو. ومعانا كمان ايه بقى، الاوريجانو اللي انا قلت لكم ممكن تستبدلوه باي تابل من التوابل الايطاليه، ممكن نحط روزماري، ممكن نحط زعتر، ممكن نحط ريحان، هيبقوا ظراف برده مش هيبقوا وحشين ابدا كده. عايزه الم اشيائي دي هنا كده علشان اوريكم. بصوا كده اول ما غليت خلاص تمام، هحط بقى الجبنه الموتزاريلا معاها كده، هنقلب الكلام ده. عايزه الجبنه الموتزاريلا بس كده تسيح شويه، واقوم نازله على طول بالايه بقى، بالمكرونه كده الشكل الحلو ده. معايا المكرونه اهو، واخده لها نص سلقه، هنحط منها مع الصوص كده، ونقلب. تلاقوا الجبنة الموتزاريلا عاملة مطة كده فيها، لو تاخدوا بالكو. عايزين تخلوها باينة انها حمرة اكتر، يبقوا زودوا صلصة الطماطم اكتر من كده لو تحبوا اهو. وبنغرفها في الطبق على طول. وكمان الفراخ خلاص، ناخد الفراخ هنا على القرمه، ممكن ايه ناخدها على القرمه دي هنا كده اهو. الفراخ المشويه اللطيفه، ومعانا بقى مثلا سكينه حلوه، نقطع بس كده ايه الفراخ، هنلاقيها جوسي، هي سخنه جدا. السكينه اللي معايا دي مشرشره، هتقطعها مش حلو. السكينه التانيه فين يا شباب؟ خدوا مني السكينه، مش عارفه دي كويسه ولا لا، نجربها برضو. السكينه دي بعافيه، انا عندي مشكله في الفكاكين
خطيره. نقطعها بدي نجرب. انا بص بطلع كل الاسلحه اللي معايا في البرنامج اهو اهو يا جماعه، باينه اهي كده، عشان بس ايه نحطها على المكرونه من فوق. فظيعه وما خدتش وقت خالص، اتشوت اوام اوام. واحنا طبعا محضرين طبق لطيف جدا، غارفين فيه المكرونه وغارفين فيه الفراخ الخطيره دي. سموره هتجيبه لنا حالا. خطير اهو. اسهل حاجه الفراخ المشويه، صدور الفراخ المشويه بسرعه كده على الجريل مع المكرونه بالايه بالصوص الجبنه والصلصه والكريمه اللي احنا عملناها دي، خطيره. واللي انا قطعتها هنا دي، بصوا يا سموره، بصوا يا جماعه، جوسي وطريه ومستويه وخطيره. يا جماعه قوموا اعملوها دلوقتي، قوموا اعملوا اللي انا عملته ده دلوقتي. فظيعه الفراخ، تحفه ومستويه تجنن. هنروح فاصل، الم اشيائي ونرجع بمقادير الخبز التركي بالسمسم كده وبحشو الجبنه، خطير. خليكم معانا بعد الفاصل، سوف اعود ان شاء الله. انا جيت هنعمل دلوقتي وصفه الخبز التركي بحشو الجبنه، لذيذ اخر حاجه وسهل جدا جدا، ان شاء الله تجربوه بنفسكم وتعملوه. ايه بقى المقادير؟ معايا 4 كوبايات من الدقيق، هحتاج دقيق قوي مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه للمخبوزات، علشان احنا بنعمل عيش يعني هنحشيه جبنه وبتاع، فضروري يكون الدقيق قوي ويعمل لنا عرق في العجينه. تمام. هنحتاج 1/2 كوباية من الزيت، اي زيت نباتي هيبقى زي الفل. محتاجه معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ورشه ملح. دي كده مقادير العجينه، وهتبقى جاهزه معاكي وخمرانه وحلوه. ونبتدي بقى نحشيها. انا هحشيها جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، زي ما انتم عايزين. وبعد ما بنحشيها ونكورها كده، هنعملها تشبه الكايزر. هن ايه بقى نحضر لها تغليفه على الوش، عباره عن معلقه من العسل الاسود على 1/2 كوباية ميه وشويه سمسم. يعني هنحط الميه السخنه على العسل الاسود، ميه مش سخنه قصدي، ميه عاديه، 1/2 كوباية الميه العاديه على العسل الاسود، علشان نغطس فيها وش العيش بتاع الخبز ده، وبعدين نقوم منزلينه في السمسم عشان السمسم يمسك عليه ويدخل بقى الفرن يكمل تسويه، وبيبقى خطير ان شاء الله. يا رب الوصفه تعجبكم. هنجيب بوله هنا كده ونحط فيها الدقيق اول حاجه، وهنحط الملح، وعايزه اضيع الملح كده جوه الدقيق، وانزل بالايه بقى بالسكر وبالخميره وكمان الزيت كده اهو، 1/4 كوباية من الزيت. هنقلب الكلام الحلو ده مع بعضه، ونحضر ميه دافيه علشان نعجن بيها العجينه. تعالي يا ميه، الميه الدافيه هتسرع لنا عمليه التخمير، والعجينه كده ايه على طول تلاقيها اتخمرت وجاهزه ان انت تشكليها كده. نلم كده، نحط ميه كمان ونعجن. هذا الشكل الظريف اهو. اول ما العجينه كده لمت معاكي تمام، بس انا حاساها انها محتاجه تبقى قطره سنه صغيره، هحط معلقه واحده بس كده من الميه بس، ونعجن بقى. ضروري تعجنيها
3 دقايق ولا 4 دقايق بايدك كده عشان العجينه معاكي تبقى ناجحه وحلوه. هنفضل نعجنها، بعد ما نخلص عجن فيها هنغطيها ونسيبها تخمر لغايه لما ايه يتضاعف حجمها، تقريبا نص ساعه ساعه الا ربع علشان ايه تخمر وتبقى جاهزه. انا معايا واحده خمرانه وهجيب قرمه العجين بقى عشان نعملها سوا. ادي اهو العجينه الخمرانه خطيره هنا كده، هنرش بس كده رش الدقيق على الكاونتر هنا ونشوف بقى العجينه الحلوه الخمرانه دي. شكلها كده بس مغري خطيره، انا بديها بوكس كده ببقى مبسوطه كده. وناخدها هنا كده على الكاونتر. احنا مش محتاجين ايه يعني نفرد فيها قوي ولا حاجه، انا عايزاها بس كده ايه سمكها كده ظريف، ونعمل بقى ايه كور على قد ما نقدر يكونوا قد بعض. حاضر يا سموره كده كويس اهو. حاولوا تكون الكرات دي يا جماعه ايه قد بعض، حاولوا كده اهو وكده اهو اهو. كل كره فيهم نفتحها كده، ومعانا بقى الجبنه، جبنه موتزاريلا مثلا نحطها، جبنه شيدر نحطها بالشكل الحلو ده، ونقفل ايه العجينه كده كويس قوي اهو كده اهو. ادي اول واحده، الثانيه نفس الحكايه، والثالثه نفس الحكايه اهو، نحط جبنه كده موتزاريلا وبرده جبنه شيدر ونقفلها كده. اعملي كده بقى في كل كمية العجين بمقاس الكور اللي انت تحبيه واللي انت عايزاه كده. معانا صينية فرن، فين صينية الفرن اهي، هنحط فيها كور العيش دي كده، والمفروض ان انت تسيبيهم ايه يخمروا كده شويه، وقبل ما تدخليهم الفرن تكوني بقى محضره الخليط بتاع العسل الاسود اهو. مفيش هنا فين اهي العسل الاسود مع ايه مع الميه زي ما اتفقنا كده، ومعانا سمسم بالشكل ده. تعالى يا سمسم. وهنيجي هنا كده جنب العجينه، لو سمحتي يا سموره ممكن تجيبي لنا بس كده الشكل. هاخد اهو كوره العجين وهنزل على العسل بالميه كده اغطسه، وبعدين فين في السمسم اهو، ويبقى شكلها كده. ونقفلها كده ونحطها بالشكل ده. نيجي بقى للي بعده نفس الحكايه، تاخد لها كده غطس في الميه اللي بالعسل وتطلع على ايه على السمسم، ونقوم رصينها برده كده اهو. واخر واحده نفس القصه بالميه بالعسل وبعدين السمسم، تبقى ايه العيش عامل كده بهذا الشكل الظريف. تدخل الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقة. تبعيد نفسك اول ما بتطلع على طول من الفرن، بنعمل ايه زي اي مخبوزات في الدنيا، معاكي بخاخ مية الحنفية او بطراطيف صوابعك كده طرطشي عليها مية وغطيها بفوطة علشان العجينة تطرى شوية وتبقى حلوة، وبعدين تاكلوها بقى بالهنا والشفاء. ايوه زي الحلوه اللي جابتها لنا سموره دي، فظيعه
حلوه جدا، تقدري تعملي كميه لطيفه على السفره، محشيه جبنه هتعجب الولاد قوي. تقدري تغيري في حشوه الجبنه طبعا، تحطي اي حشوه تانيه انت عايزاها، هتبقى لذيذه جدا جدا. تاكلوها يا رب بالهنا والشفا، طعمها خطير وسهله اهو، اعملوها. هنروح فاصل اوام الم اشيائي ونرجع نعمل مافن الشوكولاته، مافن كيك الشوكولاته تحفه وسهل برضو جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. كنت ببص على حاجه على الموبايل بس اشوف العيال، معلش. هنعمل دلوقتي مافن الشوكليت كيك، حلو جدا جدا وظريف. بصوا بقى معايا كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق اي حاجه مفيش مشكله، كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومحتاجين نوع كاكاو يكون حلو علشان يطلع لنا المافن طعمه طعم الشوكولاته فيه كده حلو وقوي، ما يبقاش الكاكاو سكه بقى وفي حاجه كارفه عليه والكلام ده، خلوا بالكم. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا طبعا فانيليا، كوباية سكر بودرة منخول، كوباية لبن، كوباية زيت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية تقريبا من الشوكليت شيبس اللي هي الشوكولاتات، الشوكولاتة الشوكليت شيبس اللي انتوا عارفينها موجودة في كل حتة، هتلاقوها ورخيصة وظريفة جدا. ممكن تستبدلوها بقطع من الشوكولاتة انتوا مقطعينها بنفسكم بالسكينة، هتبقى حلوة جدا. وبس خلاص، هي دي كده المقادير، مفيش اسهل من كده. عايزة اجيب بولة هنا كده، ومعانا بقى المضرب، المضرب الكهربائي، وبرده ايه نجيب الاسباتيولا بقى دي. اول حاجه عايزه اضربها السكر والبيض الاول، البيض الاول، البيض والفانيليا وبعدين السكر. 3 بيضات وبعدين الفانيليا، ومعايا ايه السكر. هضرب بس دول ضربه كده في السريع، هو المضرب الكهربائي مش مظبط ولا ايه؟ اهو اشتغل اهو. بعد ما ضربنا البيض والفانيليا هننزل بالسكر البودرة ونضربه برضو. نأسف على هذا الإزعاج، بس كده. نيجي بقى على الدقيق، نحط عليه الكاكاو ونحط عليه رشة ملح والبيكنج باودر، رشة ملح والبيكنج باودر اهو كده، ونقلب بقى بلاش بإيدي، اهو اهو كده، ونضيفه بقى ايه على الخليط بتاع البيض واللبن والزيت الكلام ده كله، ونقلب
عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تعملوا يعني بصوا انا ضربت المكونات الاولى بالمضرب الكهربائي علشان بس انجز معاكم الحلقه، لكن انتم لو ما عندكيش المضرب الكهربائي عادي ممكن تعمليه بالمضرب السلكي اليدوي مفيش مشكله. هنفضل نقلب بقى المافن ده كده لغايه لما يبقى عجينه كيك متماسكه عاديه جدا. ومعانا بقى صينيه المافن او صينيه الكب كيك، ونحط فيها ورق الكب كيك علشان نحط فيه هذا المافن الخطير. قلبي بس كويس وفي اتجاه واحد، متخليش اي حاجه من الدقيق باينه خالص كده اهو. بصوا ده بيبقى سمك الكيك بتاع المافن اهو. ممكن نحط بقى ايه الشوكليت شيبس دلوقتي، او لو عايزه كمان تحطي منها على الوش بعد ما تحطي عجينه المافن في الـ في الـ في الصينيه مفيش برضو مشكله. كده نجيب الصينيه اهو، صينيه مافن كده ظريفه، معانا الورق ورق الكب كيك كده مثلا، وتبتدوا بقى ايه ترصوا عجينه المافن دي في ورق الكب كيك كده في الصينيه، ويدخل فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هياخد له تقريبا يا جماعه في حدود يعني بالكتير قوي مثلا بنتكلم في ربع ساعه، ده بالكتير قوي تمام. تتابعيه كده وتركزي معاه من 10 دقائق لربع ساعه وهتلاقيه ايه معاكي جاهز وتحفه كده. مش عايزين نملى ورقه المافن قوي، هو هيعلى لوحده. احنا حاطين له بيض وحاطين له بيكنج باودر فلسه هينفش ويبقى خطير. وممكن نحط برضو كده على الوش شوية تاني من الشوكليت شيبس. تاكلوه بألف هنا وشفا، احنا عاملين منه كمية لطيفة هتجيبها لنا صمورة دلوقتي تحفة. عايزين تزودوا كمية الكاكاو علشان تديكوا لون غامق في الشوكولاتة اكتر، تقدروا تعملوا كده. وزي ما اتفقنا خلوا نوع الكاكاو حلو عشان بيفرق جدا في طعم المافن. جربوه يا رب يعجبكم بألف هنا وشفا. الحلقة خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا اول وصفة مع بعض، المكرونة السريعة مع الفراخ، صدور الفراخ المشوية. وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا، تخلصيها اوام اوام. لو مستعجلة جاية من برة اي حاجة من الكلام ده هتخلص معاكي اوام وخطيرة. الوصفة التانية عملنا الخبز التركي بحشو الجبنة، طريقة سهلة جدا وعجينة بسيطة، حشيناها جبنة وغطسناها كده في عسل اسود متخفف بمية وشوية سمسم كمان على الوش عشان يلزق على العيش، وبيدخل الفرن طعمه يجنن والجبنة من جوه بقى خطيرة. واخر حاجة عملنا مافن الكيك بالشوكولاتة، وصفة سهلة جدا ومش محتاجة بقى تحط لها بقى اي مثلا فروستنج من فوق ولا كريم شانتيه ولا اي حاجة، بتتاكل كده منها فيها طعمها فظيع. تقدري تستخدمي اي نوع شوكولاتة بدل الشوكلت شيبس. لو بتحبي انواع معينة من الشوكولاتات تقطعيها صغير بالسكينة كده هتعمل لك طعم للكيك تحفة. جربوه وقولوا لي ايه رايكم وابعتوا لي. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا. تابعوني يوميا الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين على الهواء. بشكركم، باي باي.